الأستاذ دكتور حسين صابر أبو الحسن، أستاذ جراحة التجميل كلية الطب جامعة اسكندرية. الحقيقة أن الموضوع اللي أنا هتكلم فيه النهاردة خاص بالموضوعين اللي أنا قدمتهم، يعني موضوع قدمته، الموضوع الثاني هنقدمه في المؤتمر 49 للجمعية المصرية لجراح التجميل. المحاضرة الأولانية كانت محاضرة افتتاحية بنسميها البحيري ليكتشر، نسبة إلى أستاذنا الفاوندر للجمعية المؤسس الأستاذ الدكتور جمال بحيري، وهي بتبقى دايما محاضرة عامة بتشكل أحد مشاكل هذه المهنة، مهنة جراحة التجميل. والحقيقة المهنة أو المشكلة الكبيرة اللي بتقابلنا في جراحات التجميل هي أن احنا الاسم، خصوصا الاسم الإنجليش الإنجليزي بتاعنا، وهي بلاستيك ريكونستراكتيف أند بيرنز، لا يمثل كل الفروع الطب اللي احنا بنستخدمها او اللي احنا بنعملها في جراحة التجميل. احنا في جراحة التجميل عندنا فروع كتيرة جدا بتغطي جراحة اليد، جراحة الشفة الأرنبية، جراحات التجميل العامة، عندنا الحروق، في مشاكل كتيرة جدا بتقابلنا. لكن المشكلة الكبيرة هي ان اكتر من جزء بقينا بنشتغل فيه دلوقتي في جراحة التجميل هو جراحات الجمال. وجراحات الجمال اصبحت لها هيئات ولها جمعيات دولية دلوقتي على مستوى العالم بتعني بيها. أحد هذه الجمعيات اللي أنا بمثل مصر فيها هي الجمعية الدولية لجراحة الجمال، هي جمعية بتختص بأنها تنشر هذا الفرع من الطب وتطمن على سلامة تدريب الأطباء وسلامة المرضى وسلامة المنشآت الطبية اللي بتجرى فيها هذه العمليات. هذه الجمعية بتجري مؤتمرات، احنا عندنا مؤتمر يوم 18 إلى 19 إبريل في مينا هاوس، وهذا المؤتمر هيكون مخصص تماماً لجراحات التجميل وكيف وإزاي الإنسان يقدر إن هو يتعلم جديد ويقدر يبقى فيه إضافة لجراحات التجميل في هذا المكان. الحقيقة إن احنا برضو في هذه المحاضرة أوضحت حاجة الجمعية المصرية لجراح التجميل إنها تضيف كلمة الجمال إلى الاسم، نظراً لأن احنا ده بيمثل دلوقتي أكتر من 50% من الشغل بتاعنا، لكنه غير موجود كلمة جراحة الإثيتيك سيرجري أو كوزماتيك سيرجري، بينما هي النهاردة بتمثل من 55-60% من جراحاتنا عامة أو من مما يجري جراح التجميل على مستوى العالم. كل الهدف هو أن احنا نضمن تدريب جيد لأطبائنا، نضمن أن عياننا بتجرى لهم عمليات آمنة وسليمة، بنضمن الحاجة الأهم هو إن العلاقة بين الطبيب وبين الجراح المريض هي علاقة صحية وآمنة ومحمية بالجمعية بتاعتنا اللي هي الجمعية المصرية لجراح التجميل والإصلاح. أتمنى لكم يعني جراحين تجميل متدربين كويس بفضل المجهود اللي احنا بنعمله في هذه الجمعية، وشكرا.